الأفضل ولا شيء سواه، شعار استطاعت به مرسيدس أن تتربع على عرش الفخامة والقوة والمتانة وكذلك الرفاهية. فلا يوجد شخص على هذا الكوكب لا يحلم بأن يقتني سيارة مرسيدس. فمن أين أتت مرسيدس؟ لم يتكون اسم مرسيدس من فراغ، أتت من عقل غير مفهوم البشرية عن وسائل المواصلات. كارل بنز مهندس ألماني ولد في 25 من نوفمبر عام 1844 في جنوب ألمانيا بمدينة كارلسرو لأسرة فقيرة. ومنذ أن كان بنز طفلاً كان مولعاً بوسائل النقل وميكانيكية الآلات بسبب أن والده كان يعمل كسائق للقطار في المدينة. نشأ حب بنز للميكانيكا والتكنولوجيا واستمر معه إلى مراهقته وشبابه، مما دفعه إلى دراسة الهندسة. حصل بينز على دبلوم في الهندسة سنة 1864، وبعد تخرجه عمل بينز في مصانع كثيرة لمدة 7 أعوام، وذلك ليتمكن من تحقيق حلمه بأن يصبح صاحب المصنع، حتى نجح في تحقيق ذلك في عام 1871، وافتتح بينز محلاً صغيراً لتصليح الآلات والمعدات بمشاركة صديق له. ولكن بعد عام واحد فقط تركه صديقه وحيداً وانسحب من المشروع. رغم ذلك استمر كارل بنز في العمل بمفرده لمدة 5 سنوات، تمكن من خلالها من تطوير محرك يعمل بصمامين. ولكن واجهته العديد من المشاكل لتشغيل محركه، ولم يحبط ذلك عزيمة بنز، حيث استمر في المحاولة والعمل الشاق لساعات طويلة بشكل يومي حتى نجح في عام 1879 في تشغيل محركه. نجح بينز في تشغيل أول محرك من صنعه، قرر أن يؤسس شركة لإنتاج المحركات العاملة بالوقود في عام 1882. في عام 1883 خرجت الشركة للنور بمشاركة 2 من أصدقائه، وذلك في مدينة مانهايم، وكان يطمح من خلال هذه الشركة أن يطور المحركات ذات الصمامين ليتم استخدامها في السيارات. ولكن أحبط الشريكان طموح بينز واصفين فكرته بالمغامرة غير المحسوبة. لكن هذا الكلام المحبط لم يزد بنز إلا إصراراً، فغامر بمفرده وعمل بجد إلى أن نجح في تصميم محرك للسيارات. نجح في بناء هيكل سيارة مكون من 3 عجلات وصندوق صغير، كما تمكن من جعل المحرك قادراً على دفع العجلات الخلفية معتمداً في ذلك على السلاسل المعدنية والأحزمة المطاطية. قرر بنز أن يعرض أول سيارة قام بإنتاجها على الجمهور، وكانت المفاجأة. أثناء العرض اصطدمت سيارته بالحائط وتحطمت بالكامل، وما كان من الحاضرين للعرض إلا أن انهالوا على بنز بالاستهزاء والسخرية. واعترف حينها كارل بأنه يحق للناس أن يسخروا من عربته الصغيرة الغير آمنة، في الوقت الذي كان يعتمد الناس على عربات الخيول كوسيلة للتنقل. استرد بنز قواه من إحباطه، وزادت الرغبة في داخله في صناعة سيارة متينة يمكن للناس الاعتماد عليها في التنقل والسفر. والمفاجأة، بعد 4 سنوات تحديداً في عام 1899 انقلبت الآية، وتمكنت سيارة بنز من احتلال المرتبة الأولى على مستوى العالم في صناعة السيارات. بعد ابتكار أول سيارة واجه بنز العديد من الأزمات المالية، تمثلت في تراجع البنك الممول له عن تمويل مشروعاته بعدما رفض طلب البنك لتحويل شركته إلى شركة مساهمة. لم يستسلم بنز وأسس شركة جديدة أطلق عليها اسم بنز وشركاء، وبعد 7 سنوات فقط أصبحت الشركة الأولى عالمياً في صناعة السيارات. بعد النجاح الساحق الذي لاقه بنز، عمل جاهداً على تطوير عربة فيكتوريا التي تسير على 3 عجلات والتي وصلت سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة. لم يكتفي بنز بهذا القدر، بل قدم عربة أخرى وأطلق عليها فلو، واستطاع بنز أن يبيع 1200 من هذا الطراز. فلو كانت الخطوة الأولى لإنشاء كارل بنز شركة جديدة لصناعة السيارات، أسماها بنز وأولاده في مدينة لادنبوك. في عام 1895 أنتجت شركة بنز أول حافلة في التاريخ، وسيرت للعمل في مدينة زيركن، ناتفن ودويتش الألمانية. وفي الوقت نفسه كانت شركة دامييلر تتطور هي الأخرى، فاخترعت الريدر الذي أحدث نقلة في عالم السيارات. ولكن لم تأتي الرياح بما تشتهي الصناعة الألمانية، قامت الحرب العالمية الأولى بتوجيه ضربة قاسمة للشركات الألمانية. في الوقت ذاته
أنتج الأمريكي هنري فورد أول سيارة له، وكانت تعرف بطراز تي. استطاع أن يغزو بها الأسواق بسبب تصميمها الفريد وسعرها المميز، مما زاد من الضغط على الشركات الألمانية. في عام 1926 وضع بنز يده في يد منافسه الأول، وتم دمج شركتي بنز ودايملر في شركة واحدة تحت اسم دايملر بنز. مرسيدس تعني بالإسبانية الرحمة، هو اسم ابنة دايملر الذي أوصى قبل وفاته أن يطلقه على سيارته ليصبح اسم الشركة فيما بعد مرسيدس بنز، وهو الاسم الأسطوري الذي يعرفه الجميع الآن. يعود سبب اختيار النجمة الثلاثية إلى قوة محركات مرسيدس بنز وقدرتها على العمل في البر والبحر والجو. بعد رحلة نجاح نتج عنها تغيير التاريخ للأبد، توفي كارل بنز في الرابع من أبريل لعام 1929 عن عمر ناهز 84 عاماً. سجلت شركة مرسيدس العديد من براءات الاختراع، فهي أول من تضمن نظام الكوابح المانعة للتعليق EPS، وأول من أتى بفكرة الوسائد الهوائية ونظام الأضواء المتحركة مع عجلة القيادة لتقليل المفاجآت عند المنعطفات، ونظام أمن ما قبل الحدث Pre-Save، وفكرة الزجاج المتحطم للخارج، وغيرها من أنظمة السلامة والأمان المتعددة. الآن مرسيدس السيارة الأكثر طلباً. أنت، فما هي سيارة أحلامك؟